انا مش هشوف نفسي.
الصوت واضح؟ سامعني؟ الصوت شغال؟ كله سامع؟ الصوت واضح؟ سامعني؟ طيب اوكي اوكي هنبدأ مع بعض. ليتس روك اند رول. اول حاجة احب اذكر أندلسية هيلث كير على الميتنج الظريف اللي هي عاملاه النهارده، وعلى ان هي دايما اكشلي كل رمضان بنعمل ميتنجز دايما بيحاولوا ان هم to help people to educate more. فدايما انا بشكرهم على مساهمتهم في الماركت شير وفي الاديوكيشن، لان احنا عندنا طبعا في مصر عشان to be honest وفي الوطن العربي كله عندنا مشكله كبيره جدا في الاديوكيشن. اوكي السكرين واضحة والصوت واضح؟ اللوجو بتاع HTC. اوكي. وطبعا احب اشكرهم على البروجرام اللي كانوا عاملينه لي ولسه شغال، اركتكتشر دنتستري استاتيك بتاع دبلومه التجميل. ريزيدنت بروجرام شغال في مستشفيات اندلسيه، باورد باي اندلسيه هيلث كير كونفرنس. اوكي. اول حاجه هنبدا النهارده عايز اقولها قبل ما نبدا عن الفيديو الدعائي اللي بدأنا بيه، بالشنب أحلى ولا من غير شنب؟ البوينت دي مهمة جدا، عاوزها منكم تردوا عليا فيها عشان البوينت دي عاملين عليها ديبيت كبير قوي. هنتكلم على الفينيرز. أنا عارف أن أغلبيتكم عندهم مشكلة دايما في الفينيرز، وأغلبيتكم دايما عندهم مشكلة بين الكومبوزيت فينير وبين البورسلين فينير وهاو تو دو فينيرز. تو بي اونست دايما أنا بتكلم على حاجة أن الفينيرز هو يعني السهل الممتنع. It's very easy to do veneer. It's very simple procedure. لكن أصعب حاجة في الفينير دايما أن هو it's very critical. الغلطة في وحشة. ليه؟ لأنك إحنا we're playing in 0.3 millimeter. We're playing in 0.5 millimeter. بلاش 0.3. فأي defect done. خلاص. Buzz it. You have to redo. Okay. فدايما بقول عليه السهل الممتنع. It's very easy to do preparation. It's very easy to do design as you know, and you learned everything, okay? El composite, it's more complicated than el porcelain veneer. طب ليه composite is more complicated than porcelain veneer? It's a very simple question, والانسر بتاعه هتلاقيه very simple. لو احنا اتكلمنا على el porcelain veneer, you just have to do design and preparation. That's it. واللاب مسؤول عن المايكرو او بنسميها المايكرو استاتيك. يعني مايكرو استاتيك هو اللاب اللي هيعمل الديزاين واللوبس، لو في هالوسز، لو عندك كولرز، لو عندك افكت، لو عندك كورفينج، لو عندك جليزنج، كل ده اللي بيعمله اللاب، هو اللي بيعمل بورسلين. لو رحنا للكومبوزيت از ديفرنت ستوري. يو هاف تو دو ايفريثينج فروم اي تو زي. يعني I have to do the preparation, I have to do the design, I have to do the carving, I have to do the glazing, I have to do the contouring, I have to do the finishing, I have to do the polishing. So composite is more, to be honest, difficult and more talented. يعني محتاج dentist يكون talented. إيدك حلوة في الكارفينج، إيدك حلوة في الكونتورينج، you know, البروتوكول إزاي تشتغل عليه. فعشان كده دايما أنا بقول مش عيب. في بعض الناس يقول لك أنا I'm not carving dentist. يعني أنا إيدي مش carving. أنا مش هعرف أعمل carving حلو. في الحالة دي you can to stick with porcelain veneer. But if you have that talent and إيدك حلوة في الكارفينج وإيدك كويسة في الكونتورينج, so you can do both of them. You can do composite, which is دايما أنا بقول عليه إنه هو أصعب ومش واخد حقه في الماركتينج، مع إنه it's very nice, will give you nice details. والأسهل منه دايما البورسلين فينير، وزي ما أنا قلت لك عليه دايما هو السهل الممتنع. قبل ما نبدأ أنا عايز أقول إن إحنا الوقت بتاعنا النهاردة it's limited، لأن إحنا عندنا I think like half an hour. To be honest, I have patient عندي جوه وI have to go back للكلينيك. فانا يعني I will try ان انا to cover جزء في دايما اللي بيبقى عليه الديبيت والاسئله الكتيره في الكورسات بتاعه الفينير. و if you like we can يعني ask نسال AHC لو عايزين نبقى نفتح يوم تاني نعمل فيه discussion, او you can ask and I answer. يعني ممكن نفتح يوم تاني ممكن تسالوني على اي حاجه, يعني to leave a question وانا اجاوبكم عليها في الليكتشر الجايه او حاجه. بس you have to leave comment بالاسئله, ونطلب من HC انها تسمح لنا انها تدينا وقت تاني. اوكي. طيب اول حاجه هنتكلم عليها
Let's start. What is veneer? Veneer دايما أنا بقول عليه is a small shelf material. Small shelf material رفيعة جدا رقيقة من 0.3 to 0.5 millimeter. طيب ال small shelf material دي عندها المقدرة أنها تعمل حاجتين. To change the color and change the shape. يبقى it's do two things. To change the color and shape. ممكن استخدمها عشان one thing and then to change the color. يعني لو عايز اعمل حاجة اسمها دايما بنسميها permanent bleaching. The same shape of the tools. Everything is nice. بس انا عايز غير اللون. يبقى في الحالة دي انا هستخدمها to change the color. طيب لو انا عايز اغير اللون وعايز اغير الديزاين بتاع الكيس. يبقى انا بستخدمها to change the shape and to change the مايز يعني انا بعملها زي ما انا عايز I use it whatever I need دايما انا بقول عليها معلومه سهله جدا لو عايز تشرحها للبيشنت بتاعك زي الضوافر اللي بيلزقوها البنات على بيهم نفس الفكره small shelf material cemented over the tooth اوكي طيب let's go and know according to technique احنا عارفين ان اي حاجه عندنا في الدنسري مش الفينير بس اي حاجه بتنقسم لجزئين دايركت and indirect. طب ايه الفرق بين الدايركت والاندايركت؟ Direct you do it inside the patient mouth in the same moment. Indirect you take impression and you send it to the lab or you do it in your office then you re-cement it inside the patient mouth. يبقى الفرق بين الدايركت والاندايركت حاجة سهلة جدا. If you take an impression and let the patient go to home يبقى ده indirect. لو اشتغلت الكيس من اولها لاخرها والبيشنت قاعد يبقى ده ايه؟ Direct. ده in anything in dentistry. بس في حاجة مهمة جدا دايما انتم بتلخبطوا فيها. Direct could be composite and porcelain. إزاي؟ هقول لك إزاي. It could be composite and porcelain. في veneer دلوقتي many companies to sell it is called ready-made veneer. يعني إيه ready-made veneer؟ يعني الفينير بيتباع in different size, different shape. Okay. ممكن يكون معمول من مادة الكومبوزيت ممكن يكون معمول من مادة البورسلين وبنشتري الفينير ده as a kit وبعد كده بنبدأ ننقي السايز والشيب اللي مناسب للحالة بتاعتها. And we cemented in the same day inside the patient mouth. Okay? يبقى ده في الحالة دي بنسميه direct veneer. ليه؟ لأنه تعمل in the same moment في نفس ال visit inside the patient mouth. عشان كده direct veneer could be composite and porcelain. The same. And direct veneer ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون composite and porcelain. ازاي؟ أنا ممكن أعمل preparation وباخد impression. Send it to the lab يبعت لي الفينير. يبقى ده indirect veneer porcelain. ممكن أخد impression وبعد كده أمشي البيشن أصب الإمبريشن أعمل عليه الكومبوزيت فينير بتاعي ولما يجي البيشن المرة الجاية سيمنتد يبقى في الحالة دي اسمه indirect composite veneer. Okay. Anyhow, ready made with composite veneer, indirect composite veneer مش التوبيك بتاعنا النهاردة but you have to know لازم تعرفوها ولازم يبقى عندكم فكرة عنها to understand knowledge كلها. Okay. طيب هندخل على type of dental veneer according to material. Okay. أشهر حاجة الـ conventional porcelain veneer اللي بسميه feldspathic. الفلدسباسيك هو ده البورسلين اللي انت بتعمل منه الـ PFM. الـ PFM عبارة عن ايه؟ عبارة عن core metal وعليها porcelain. البورسلين اللي بنحطه over الـ core of the metal هو ده الـ feldspathic porcelain أو الـ conventional porcelain veneer which is one of the most translucent and perfect aesthetic في الاريا كلها وفي اي حاجه تاني حاجه اللومينيرز اللومينيرز it could be the special company كانت من let's say من 5 years up قوي لان هي كانت claim ان هي عندها حاجه اسمها serrated porcelain they can do porcelain على thickness رفيع قوي 0.3 فممكن يستخدموه من غير preparation وكانوا الشركه دي في الماركتنج كانت مشهوره قوي ممكن نتكلم على الكلام ده من let's say 5 years بس now كل الكومبانيز بتعمل 0.3 millimeter porcelain ف it's not big deal اخر حاجه الكومبوزيت ريزن فينير انا الكومبوزيت ريزن فينير زي ما اتكلمنا بيتعمل من الكومبوزيت سواء دايركت او دايركت والكونفنشنال بورسلين فينير ات كود بي في ماني كايند ات كود بي فيلد سباسيك ات كود بي انسرام ات كود بي جلاس ات كود بي ايماكس كلهم يقعوا تحت عمليه الكونفنشنال بورسلين فينير اوكي طيب خلينا ادينا عارفين الفينير وعارفين الفينير بيتعمل ازاي بس ليتس ليسن تو اور بيشنت والنقطة دي مهمة جدا let's listen البيشنت بتاعنا عايز ايه او دايما انا بحبها لان دي the first point in psychology of success what our patient need okay let's start the story the story start ان البيشنت بيجي عندك الكلينيك okay البيشنت always don't like my teeth انت كدنتس okay let's design you new attractive smile البيشنت او الكلاينت بتاعك awesome Could you please explain to me the procedure?
هنا ليه انا بسميه كلاينت؟ هو حقيقه الامر هو مش بيشنت. بيشنت الديفينيشن بتاعه في الديكشنري somebody seeking medical advice، لكن هنا هو ما عندهوش pain، ما عندهوش اي مشكله، هو جاي لك ككلاينت to put some accessory over the teeth، عشان كده بنسميه كلاينت. اوكي طيب، هو هنا من حقه يعرف اوكي انت هتعمل لي ايه في اسناني. انت كدنتس هتقول له اوكي جيف مي 1 داي اور 2 دايز وهبدا اعمل لك اكسبلينيشن للبروسيدور اللي انا هعملها. Then you go home and you start to do your planning. هنا لما بتبدا البلاننج بتاعك سواء whatever ماليش دعوه هتعمله ديجيتال، you can do it in wax، you can do it 3D printing، whatever هتعمل البلان ازاي، you start to explain the planning to the patient. Okay, I will do the design. I'm going to enlarge the central, so I have to do cut in the gingiva, gingivoplasty or gingivectomy. I have to lengthen the lateral, blah blah blah. You're still explaining this one is protruded, so we have to remove a little bit from the buccal. And you explain to the patient everything from A to Z. And you are very proud of yourself. And you have a design حلو جدا. كل حاجة حلوة جدا. وانت فخور انك انت بتشرح للpatient. The problem and the answer دايما on A. No, I don't do this. ليه انا مش عايز اعمل ده؟ لان الpatient بيحس انك انت you will do preparation. You will remove from my teeth. Okay, a treatment ده ماله non-reversible. So the patient go to big problem. ليه مش نون ريفرسبل او ليه مش عايز اعمل حاجه نون ريفرسبل؟ لازم انا قلت لك انا ما عنديش اي ميديكال ادفايس. البيشنت ده جاي او الكلاينت تو بوت اكسسوري اوفر ذا تيس، فلما بيلاقي ان العمليه اتس نيد انك انت تعمل حاجه في الجنجفا سيرجري، ودي كلمه بتخوف الكلاينت بتاعنا، حتى احنا عارفين ان الجنجفا بلاستي باي ليزر از فيري ايزي بروسيدور، ودكتور ايمن يعني شرحها في الطريقه سهله جدا شرحوها في الدبلومة، وكانت it's very simple procedure. يعني بتاخدش طيب البيشنت بيخاف ليه؟ البيشنت ما عرفش الكلام ده. الكلاينت سمع كلمة سيرجري، سمع كلمة ان انا هبرد من السنان، سمع كل ده بيخليه يقول لك لا انا مش عايز اعمل. ليه؟ لان هو اصلا جاي يعمل اكسسوري. هنا احنا بدأنا نفكر طب ليه البيشنت بيقول لا؟ ليه؟ انا عامل كل حاجة صح، I did my work، انا عملت الديزاين بتاعي، I explain everything clear، I was honest with the patient. The problem هنا فين؟ بدأنا ندور على الكلو أو إيه المشكلة للـ patient. لقينا أن أغلبية الـ patient اللي coming to the clinic today, they always come in. To be honest, they see teeth اللي أنت شايفها دي. They come in good teeth. يعني جاي أسنانه إيه؟ كويسة. ما عندوش مشكلة. ما بيعانيش من حاجة. They are coming in good teeth and they want to be an attractive. يعني ايه؟ يعني هو جاي مش سنانه وحشه، هو جاي good level and he want to go up one level. Okay, so بيبدا يفكر if I need to do many procedure and surgery inside my mouth to go this level, okay thank you I still in good teeth. Okay, دي البروبلم اللي احنا بنعاني منها دلوقتي. يعني اغلبيه الكلاينت اللي بيجوا الكلينيك احنا بنشتغل على الساوند natural good teeth. Okay, in the past اول ما بدات انا كنا بنشتغل دايما ايه على bad damage destructive teeth and we need to build up smile so the patient accept اي حاجه. لكن النهارده البيشنت اللي بيجي لي اسنانه حلوه وزي الفل. We need to go one level up. So لو لقى ان الدنيا فيها destruction كبير جدا هيبقى صعب جدا ان هو يعمل اي حاجه. عشان كده دخلنا ان احنا to review our procedure، وهو ده الكونسبت بتاعي اللي في كل الاستاتيك اللي دايما بتكلم عليه اللي هو بنش كونسبت thinking minimum as a cosmetic dentistry. بدأنا نبص على الكراون، لقينا الكراون okay it's too much preparation، we remove too much من التوس. طب هل معنى كده ان الكراون preparation او الكراون is wrong treatment؟ لا بالعكس، الكراون is right treatment. Sometimes we need it if we have bad destruction of the tooth, root canal in the tooth, so we have to do crown. But for no natural sound teeth, it's look destructive. Then we look to the veneers preparation. To be honest, when you look to the veneer preparation, it's amazing, right, guys? Amazing. Nothing happened. It just we remove a little bit from the enamel. Okay, we're still in the enamel. All the preparation done in the enamel, 0.3 millimeter. It's very nice preparation. You are right? Okay, but let's look to the natural. When we start to look the natural tooth, لقينا لا okay even the veneer preparation it's very simple procedure وان هو شايلين 0.3 millimeter وستيل انامل بس برضه it's destructive to the tooth. لما بدأنا نبص للناتشرال tooth لقينا ان الناتشرال tooth ايه
في difference between the preparation prepared tooth or between the natural tooth. So we want to keep on the natural tooth. Okay. So we develop many techniques like let's say prepless veneer and minimum prep veneer. And we understand that our patient need less workload and less preparation. What the mean of less workload? Less workload معناها إيه؟ أن البيشن عايز فيزيت قليلة، مش عايز يشتغل في 10 سنان عشان أخلي السمايل بتاعتي حلوة، مش عايز أبرد سنان كتيرة، مش عايز أبوظ سناني. Less preparation، مش عايز أبرد كتير، مش عايز أعمل مشكلة. أوكي؟ فالبيشن need thinking minimum as a cosmetic dentist. دخلنا طبعا لقصة كبيرة جدا 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 أن إحنا بدأنا نفكر نستخدم ال prepless veneer، بدأنا نفكر أن إحنا نشتغل على الـ minimum prep veneer. Okay, prepless veneer is advanced technique and ما أعتقدش أن إحنا عندنا we don't have any time to explain it here ودايما ما بشرحوش online لأن هو needed the dentist to be more experienced في الفينير عشان يقدر يفهم الكونسيب بتاع prepless veneer لأن هو is critical قوي يعني tricky قوي. I think أن إحنا هيبقى لينا جزء ليه في الاركتس في الـ في الدبلوم بتاعت الاركتشر دنتستري هنتكلم فيها على البريبلس فينير. النهارده احنا هيفوكس اكتر على المينيمم بريب فينير، هاو تو ديفلوب مينيمم بريب فينير. اوكي، المينيمم بريب فينير يعني ازاي اعمل فينير بس البريبريشن بتاعي يكون مينيمم على قد ما اقدر، ما يكونش البريبريشن بتاعي اجريسيف ويكون في الاجزاء اللي انا محتاجها بس ان انا اعمل لها بريبريشن. اوكي، so let's go to minimum prep veneer. Okay, in any veneer, when you start any case of veneer, what you do first? You do smile analysis. يعني smile analysis. I start with these tooth. Okay, I will do veneer over this teeth. Okay, it's single individual veneer, which is difficult always. Individual veneer is more difficult than full arch veneer. Okay, remember that individual veneer more difficult than full arch veneer. اوكي، اول حاجه هعملها في السمايل اناليسيس هبدا ابص على التوث تو ديفلوب ماي واكس اب. اوكي، اف يو لوك هير وي نيد تو ديفلوب ذيس توث، سو هنبدا نعمل لها الديزاين بتاعنا وذن وي ديفلوب واكس اب. بعد ما بنعمل الواكس اب بتاعنا للديزاين وي دو باتي اندكس. الباتي اندكس ده بنستخدمه عشان نعمل بيه ايه؟ موك اب، صح؟ طيب الموك اب ده ليه؟ الموك اب ده فور 2 3 زون. This is the mock-up. Okay, so why we do this mock-up? Mock-up for two reasons. This is the shape of our final veneer. We tell the patient that. Okay, you accepted. The patient will say, okay, I accepted, or I need to correct a little bit. Okay, no problem. But this we بنخلي البيشن يشوف ال final result. ده أول حاجة بنستخدم عشانها الموك-up. طيب إيه الحاجة التانية اللي بنستخدم عشانها الموك-up؟ بنستخدم الموك-up بتاعنا عشاني أنا كدنتست to be satisfied. اتاكد ان الانكلوجن تمام، اتاكد ان الفوناتكس تمام، اتاكد ان الشيب تمام، الفانكشن everything is nice. لان الاستاتيك كده كده هتكون تمام لان انا I build the design وعملت wax up فانا شايف ان الاستاتيك تمام. بس في حاجه دايما مهمه جدا ان الاستاتيك drive the case function finish the case. يعني انا ببدا بالاستاتيك ولازم I test the function. البيشنت هيعرف يعمل بايتنج كويس، هيعرف يتكلم، كل حاجه تمام، الاكلوجن، فلازم اتفرج على الموكب. So I see everything in mockup. طيب الموكب ده عباره عن ايه؟ الموكب ده عباره دايما بنسميه الريبليكا او النيجاتيف بتاعه الواكس اب. يعني ايه؟ يعني الواكس اب اللي انت عملته في الموديل عباره عن واكس انت حطيته فوق التوث، صح؟ وبعد كده خدت عليه امبريشن، بعد كده حطيت ماتيريال انسايد الباتي اندكس وحطيته انسايد البيشنت ماوس عشان نعمل بيها الموكب. يبقى نفس الماتيريال سيكنس بتاع الواكس اب اللي اتعمل منه الديزاين بتاعنا هيساوي نفس السكنس بتاع مين؟ بتاع الموك اب. خلاص؟ يساوي نفس السكنس بتاع الفاينل شيب اللي احنا عايزين نوصل له، يبقى السكنس اوف واكس اب هيساوي السكنس اوف مين؟ اوف موك اب. اوكي، ده خدنا ان احنا this is the design، the wax up اللي احنا عاملينه. The two زي ما احنا شايفين in good alignment. اوكي، خدنا عملنا ريبليكا over the tooth, negative replica. يبقى هنا عندنا مين؟ الموكب بقى inside the patient mouse over the tooth. طيب يبقى من هنا احنا عارفين ان السكنس بتاع الواكس اللي احنا رسمينه ده وعاملين بيه الديزاين equal to the thickness of the mockup من الماتيريال اللي احنا عاملين بيها موكب وحاطينه over the patient teeth. الاثنين thickness equal، صح؟ وهو ده الفاينل ريزلت والفاينل شيب اللي احنا عايزين نعمله. اوكي،
You follow me, guys? Okay. طيب. إحنا عارفين من المنظر ده أن إحنا ده الفاينل شيب اللي إحنا عايزين نوصل. تمام؟ طيب. عشان أوصل ده الفاينل شيب بتاعي. عشان أوصل الفاينل شيب بتاعي ده أنا عارف أن أنا محتاج أن أنا أحط 0.3 مليمتر تشيل من البورسلين اللي هو الفينير عشان أوصل لنفس السكنس ده وفي نفس الشيب ده. أوكي؟ تمام. يبقى أنا محتاج هنا في الشيب اللي أنا وصل له النهائي للبيشن أكسبتد أني أريموف منه 0.3 مليمتر لأن هم دول اللي هيعملوا أكوميديشن للفينيرة أو البورسلين فينير اللي أنا محتاج أحطه. كلام مظبوط؟ كلام مظبوط. يبقى أنا I have to reduct من هنا 0.3 مليمتر عشان أكوميديت الفينير ده. جينا بصينا لقينا أن إحنا لو بصينا على التيس بتاعتنا let's take a first example. Thickness of mock-up لقيناه اسمه كان كام 0.1 مليمتر. خلاص؟ واحنا عارفين thickness of mock-up قلنا equal to thickness of wax up اللي احنا عاملين منه الديزاين وده الفاينل شيب اللي احنا محتاجينه. اوكي. So the patient accept على الديزاين والشيب ده. Thickness بتاعت الماتيريال بتاعت المock-up المحطوطة هنا 0.1 مليمتر. وانا عارف ان انا عشان اوصل لنفس الالاينمنت ده بنفس الثيكنس بنفس الشيب انا محتاج اشيل من هنا 0.3 مليمتر. طب ليه هشيل 0.3 مليمتر؟ تو اكوميديت الفينيره او البورسلين ماتيريال اللي انا هحطها عشان تديني السكنس بتاعه الفينير. So I will start to do my depth guide 0.3 مليمتر. لما هنا اعمل 0.3 مليمتر preparation هنا انا هشيل من التوس قد ايه؟ هشيل من التوس تقريبا 0.2 مليمتر وهشيل ال 0.1 مليمتر بتاعه الموكب. Okay, so I will هنا هبدأ أشيل 0.1 مليمتر وهشيل معاها 0.2 مليمتر من التوس. Okay, هنا أنا minimum invasive على قد ما أقدر. يعني يعني أنا عارف أن الشكل ده هو اللي أنا عايز أوصله في في الفاينل فينير. خلاص؟ وأنا عارف أن أنا عشان أوصل للشكل ده بنفس السكنس أنا محتاج أن أنا أحط سكنس فوقي 0.3 مليمتر. يبقى أنا لازم أشيل من الشكل ده 0.3 مليمتر. هنا لما شلت 0.3 مليمتر انا كنت very very non-invasive. انا شلت من الموكب 0.1 اللي انا حطه وشلت 0.2 من التيس بس ما شلتش 0.3 من التيس. فانا كده شلت من التوس على قد اللي انا محتاجه. طيب ده ممكن في بعض الحالات تانية زي هنا عندنا سيكنس اوف موك اب بتاعنا كام 0.8 مليمتر وده في حالات اللي بتكون فيها التيس تلتد لينجولي او التيس ريترودد شويه او فيها مشكله وانا عايزها تبي مور بروترودد او تبي مور بيجر. ففي الحاله دي السيكنس بتاع الموك اب بتاعي كام 0.8 وانا عارف ان انا عشان اوصل من الليفل ده انا محتاج اشيل قد ايه 0.3 مليمتر للفينير. فانا اي ويل تراي تو دو ماي ديبس جايد. هنا لو ركزنا هتلاقي ان الديبس جايد بتاعك كله هيبقى على فين؟ كل الديبس جايد بتاعك هيكون على الموكب. يعني لما تعمل بريباريشن بتاعك اوفر الموكب هيحصل ايه؟ 0.3 من ال 8 مليمتر بتاعه الموكب. سو انت مش هتلمس التيس اصلا صح؟ كل البريباريشن هيكون على الموكب. فمعنى كده ان التيس دي اكسبتد ان انا اعمل بيها ايه؟ اكسلنت بريبلس فينير. ليه؟ لان انا محتاج اوصل لنفس السكنس ده ب 0.3 مليمتر. وانا لما جيت اشيل ال 0.3 مليمتر من فوق الموكب عملت البريبريشن بتاعي فوق الموكب لقيت ان انا اوريدي شلت قد ايه 0.3 انا ما لمستش التوس اصلا. ومعنى كده ان انا ممكن اعمل السنه دي بريبلس فينير. I don't need to do any preparation in the tooth. طب let's go to complicated tooth. لو بصينا هنا هنلاقي ان السكن في السيرفايكال اريا قد ايه 0.1 مليمتر والسكنس اوف موكا في الانسايزال اريا قد ايه 0.8 مليمتر. واحنا زي ما احنا قلنا كذا مره ان انا محتاج اشيل 0.3 من الوضع ده فوق الموكب عشان ده اللي هيبقى اكوميديت الفينير بتاعتي. اوكي سو اي ويل ستارت هنا ان انا اعمل ايه بريباريشن 0.3 مليمتر. يبقى انا في الجزء السيرفايكال هشيل قد ايه؟ هشيل من التوس 0.2 مليمتر صح؟ لان انا هشيل السكنس بتاع 0.1 مليمتر من الموكب وهيبقى فاضل لي 0.2 مليمتر هشيلهم من التوس. لكن في الجزء بتاعي اللي هيكون في الانسايزال ثيرد انا عندي سكنس في موكب 0.8 فانا هشيل منه 0.3 فانا تقريبا هشيل من السكنس بتاع الموكب ومش هلمس التوس. فمعنى كده ان السنه دي لما اجي اعملها فينير هيكون السيرفايكال بارت هيبقى فيه بريباريشن 0.2 مليمتر والانسايزال بارت بريبليس. هو ده
كومبليكيشن ودايما اتس ادفانسد جايدز لما حبيتش ادخل معاك على حاجه فيري ايزي ساعات الناس ما بتكونش فاهماها او في حياه الناس بتبقى فيها مشكله. خلينا نتكلم زي ما احنا قلنا الرول اوف موك اب ده ليه كانت فايدته؟ فايدته حاجتين زي ما انا قلت لك. اول حاجه انك انت كدنتست تو بي شور الاستاتيك تمام، الفانكشن تمام، الاكلوجن تمام، everything is nice. البيشنت ده تاني رول ليه، ان البيشنت يقول لك ايه انا اكسبتد ذا شيب از فاين اي اكسبت شيب. سو تو تاخد من البيشنت الاكسبتن او يس انك انت تبدا الورك بتاعك، وتاني حاجه انت كدنتست تبقى بي شور ان everything is nice and you can do this شيب او ديزاين اللي انت عامله. خلاص يبقى احنا هنعمل البريبريشن بتاعنا اوفر ذا موك اب. ليه؟ لان الموك اب ده هو الشكل النهائي اللي البيشن عايزه. طيب الشكل النهائي اللي البيشن عايزه ده معناه ايه؟ ان البيشن عايز نفس السيكنس نفس الشكل نفس كل حاجه، واحنا محتاجين قد ايه بورسلين عشان نوصل نحطه 0.3. يبقى انا لازم اشيل من الشكل ده 0.3 ملم عشان اقدر اكوموديت البورسلين بتاعي وستيل على نفس الالاينمنت ونفس السيكنس بتاع الموك اب اللي انا عامله. اوكي سو اي ويل دو ماي بريبريشن اوفر ذا موك اب. هنا عندنا صوره بيفور، هنا وي ستارت اور واكس اب وذ ديزاين بتاعنا، ذن وي ستارت تو دو اور موك اب انسايد البيشنت اوت. يبقى ده الموك اب بتاعنا انسايد البيشنت اوت صح. ناو وي ار جوينج تو دو ايه، هنعمل بريبريشن. هنعمل بريبريشن فين؟ فوق الموك اب. طب هعمله ليه فوق الموك اب؟ لان هو ده الفاينل ريزلت اللي انا اكسبتد والبيشنت اكسبتد وهو عايز يوصل له نفس الشكل نفس السيكنس نفس اللينس everything. سو انا هشيل من هنا 0.3 ملم من الموك اب بتاعي اوكي لعشان يبقى عندي فرصه تو اكوموديت البورسلين وافضل على سيم الاينمنت سيم سيكنس everything. اوكي طيب هنا هبدا البريبريشن بتاعي. الدبس كات بتاعتي اكيد هتبقى 0.3 ملم. اي دو ماي بريبريشن اوكي. This is before and after mock-up. This is before mock-up. This is after mock-up. Okay. Now, sorry, I go on back. هنا أنا عملت الدبس كات بتاعتي 0.3 over the mock-up. لو إحنا فوكس على الصورة دي هتلاقي إن في أغلبية التوس ما حصلش فيها إيه؟ grinding. أنا اللي عملناه كان فين؟ على المock-up. معنى كده إن أنا ماشي non-invasive. ما بعملش preparation غير للجزء اللي انا محتاجه بس ان انا اعمله preparation من التوز، لكن بقيت الاجزاء بتاعه السنان ما تعملهاش preparation اللي هي مش محتاجه. اوكي this is the shape. زي ما انت شايف هنا لو بصينا على الجزء اللي معمول reduction اللي هو بالبلوم هتلاقي ان most التيس ما حصلهاش اي نوع من انواع reduction. كل reduction كان موجود فين؟ كان موجود over الموك اب بتاعي، لكن ما فيش reduction في التوز structure ذات نفسها. زي ما انت شايف هنا انا خلصت البكر ريدكشن بتاعي. في الحاله دي ببدا تو ريموف ماي موك اب، بشيل الموك اب بتاعي خالص وبعدين ببدا اعمل اخر حاجه في البريبريشن ان انا اعمل انتربروكسيمال ريدكشن واعمل الفينش لاين بتاعي. اوكي سو ذيس از بيفور بيكتشر زي ما احنا شايفين احنا هنا واحنا عاملين الريدكشن. اف يو هاف ا جود لوك في الصوره دي عايزك تبص فيها كويس قوي خد وقتك هتلاقي ان كل البريبريشن الدبس بتاعي فين؟ على المقب. ما فيش حاجه تاتش التيس، فانا ماشي مينيمم بريب. انا ما بشيلش من السنان غير اللي انا محتاجه، وده الديفرنس بتوين انك تعمل البريبريشن بتاعك اوفر ذا موك اب ولا من غير الموك اب. من غير الموك اب كنت هتدخل على الناتشرال توس على طول وي هاف تو دو ديبس كات 0.3 ملم، فكده كده هتعمل بريبريشن لكل السنان صح. ما كانش هيبقى في حاجه اسمها مينيمم بريب فينير، انت كنت غصب عنك هتعمل بريبريشن لكل السنان. لكن لما بتعمل بريبريشن بتاعك اوفر الموك اب انت بتعمل preparation للجزء بس اللي انت محتاج تعمل له preparation and this is the final prep. بعد ما شلنا الموكب وبعد ما عملنا الفينش لاين والانتربروكسيمال ريدكشن as you see it's minimum prep veneer, it's prepless veneer, it's very nice, it's give you good final result and aesthetic view. Let's go to clinical case very quickly. This is case before. If we have a look, this is model diagnostic model and we do wax up. Okay, this is the wax up for the case. Then of course we're gonna do mock up. This is the mock up for the case. We block out the undercut, we put any kind of lubricant over the gum, we start our mock up process. This is the case after the mock up. Okay, before and after. Okay, now I'm going to do my preparation over the mock up.
And this is the final result, the same like the mock-up and everything is fine. This is minimum prep veneer for individual teeth. If you have a good look, even you as a dentist, I can fool you with this preparation. انت مش هتقدر تعرف اذا كانت السنة دي معمول لها preparation ولا لا. If you have a good look, there is no big difference except the lens, right? لكن من البكل سايد, okay. ناس كتيرة مش هتاخد بالك انك انت عامل هنا preparation. ده مش preparation veneer. It's minimum prep veneer. Even I don't need to put temporary. لاني مش هبقى عندي sensitivity, مش هبقى عندي مشكلة. Everything, ما فيش حاجة. Good result. Everything is look perfect. Everything is nice. The preparation is very little. وده اللي انا عايزكم تتعلموا وعايزك توصل له. بشوف ناس ده اللي انا عايزكم تتعلموا وعايزك توصل له. انا بشوف ناس كتيره بتعمل preparation للفينير, يعني to be honest بقول في عقلي بالي طب ما عملش crown ليه؟ Not enough. It's better لو انت تبدا تعمل crown. لكن this is veneer preparation. It's minimum invasive procedure. وزي ما انا قلت لك as my dimension concept sinking minimum as a cosmetic dentistry. هو ده الفرق بينك وبين الجي بي وبين اي حد تاني وبين الريستوراتيف dentistry. ان احنا كاستاتيك we always sinking minimum as a cosmetic dentistry. Okay. If you see the difference between the tooth before veneer and after veneer, actually there is no difference. Right, guys? It's very just the lens, to be honest. Okay. Anyhow, I think our time is done and واعتقد ان احنا عدينا الوقت كمان. انا احب اشكركم جدا 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 على الوقت ده واشكر AHC Andalusia Healthcare Program. لو في اي حاجة you can follow me in cosmetic courses by Dr. Shams على Instagram and Facebook and YouTube. وحبقى مبسوط جدا أن to follow me and we can discuss anything together. أنا حبدأ أشوف الأسئلة, في شوية أسئلة كانت جات لنا. Let's go. Okay. Minimum thickness for an indirect veneer 0.3 millimeter. ما فيش فينير ممكن يجي أقل من 0.3 مليمتر. When to decide to go for full coverage instead of veneer, if you don't have any support of the tooth, veneer preparation should be done on enamel. Okay, if you don't have enamel, that's mean go for full coverage or three quarter crown or whatever. You can do many things. بس ده معناه أن إحنا ما نقدرش نعمل فينير لأن الفينير is supported by enamel and should be cemented to enamel. Okay, guys. عايزين نركز في الحتة دي قوي قوي قوي. هو ده الجايد بتاعنا. It's very easy and very easy to answer. How to overcome color display pain in the veneer? Oh, to be honest, translucent and opacity. It's very difficult to explain now. It's very advanced level of veneer. عشان أبقى صريح معاك, it's very good question actually. وهو it's very difficult to advance it. I will share picture with you guys على ال cosmetic courses by Dr. Shams maybe in two days for teeth with badly discolored وحطينا عليها veneer. You will see how we overcome the translucent and opacity, but it's very different and it's very difficult and very advanced technique and they have many technique and I developed one of technique to be honest عشان القصة دي و it's modified technique by Dr. Shams. We work on it to avoid opacity and translucent. So this because it needs like 2 hours and it's very advanced. I don't think all the people will understand what I'm saying. Does direct veneer cause periodontitis? No way, no way. To be honest, خلينا صراحة ما فيش حاجة بتسبب periodontitis في any treatment of the teeth. To be honest, أي حاجة بتعمل periodontitis you do it, يبقى انت عامل حاجة غلط. Okay. يبقى you did something, you violation biological process. هنا بقى نادي على دكتور مينا سعد, يا ريت تدخل لان دكتور مينا سعد لو سمع الكلمه دي هيقول لك انت biological wets او البابيلا. لو قطعت البابيلا يبقى لازم تفكر في حته تستخبى فيها من دكتور مينا لانه مش هيسيبك. What is the prep less veneer and its indication? What is prep less veneer? Prep less veneer, to be honest, زي ما انا قلت قبل كده, it's the same like opacity, it's high advanced level. You have to start with, بصوا guys, ما حد
انتوا عندكم مشكله ذا نيو جينيريشن انكم عايزين تبداوا السلم من الاخر انا اتس فيري ديفيكلت يو هاف تو ستارت فيرست ويز بريب فينير ذن مينيمم بريب فينير ذن يو جو تو ذا بريبلس فينير لكن لو انت ستارت من البريبلس فينير فانت بادئ من حاجه انت مش عارف هي الانديكيشن بتاعها ايه ولا المفروض كنت تعملها ازاي او تتعمل ازاي what to do with ان انا هشرحها اوكي في الاركستر دنسري دبلوما لسبب واحد ان احنا وي ويل ستارت from the beginning يعني هناخد كل الخطوات فهيبقى عندنا لكن to start انك انت تبدا مره واحده من ال prep ما تعملش prep ولا minimum prep and you go to prepless it's very difficult لان prepless veneer is very critical الكريتيكال اللي فيه حاجه واحده انه لو اتعمل غلط هتبقى سنان protruded bulky and very bad teeth اوكي فمش اي كيس ينفع يتعمل لها prepless veneer best impression material for veneer whatever you do for me, I don't care. I always use the same impression material. As long as my technique is perfect, I do my best. But of course, you need to do, yani it's better if you use good material, light body especially should be good. If the patient with interdental space went to decide to go to the ortho treatment instead of veneer, if the patient with interdental spaces, okay, to be honest, any diastema, the first choice of treatment is ortho. Without thinking, okay? Again, any patient عنده diastema between the teeth, the first line of treatment and non-invasive treatment is ortho. Okay, مش الفينير, الأورثو. If the patient refused to do the ortho, then we go to veneer. لكن الفينير مش الفيرست option. Be honest, just thinking minimum as a cosmetic dentistry. Doctor, can you please recommended material for veneer cementation? No. As a member of American Academy of Cosmetic Dentistry, we don't support any material, we don't support any company, we just support the end result. النتيجة اللي انت هتعملها لأننا we support the end result and هي دي اللي patient will accept. بس أنا مش هقدر أعمل recommendation أو support any company. Except of course أنا عندي sponsor بتوعي some company to Kayama, many companies, بس أنا مش هعمل support any company ولا هعمل recommendation to any company. But there is many company in the marketing. They are very good in material. Concerning indirect veneer, which finish line you do prefer, subgingival or supragingival finish line? Okay, concerning indirect veneer, to be honest, I do my technique and my Da Vinci veneer is different. I do bevel. I don't do finish line. I just do bevel. Yes, this is a new trend. I just do bevel finish line. I don't do chamfer, I don't do anything. I just do bevel finish line and I finish line the veneer inside the patient mouth. I don't finish line the veneer in the lab. This is my Da Vinci concept in veneer preparation. Concerning indirect veneer, which finish line? Okay, we said, and I'm always going to be equigenous, but to be honest, except in some cases, Except in some cases, لو أنا هعمل dramatic change of color, I go a little bit 0.5 millimeter under the gum. لكن لو في العادي, equigingival. Concerning direct veneer, which finish line, خلاص, equigingival. Protocol preferred to be used in veneer maintenance. There is no protocol except every 6 months, the patient have to do the hygiene process, that's it. Okay. Can I do porcelain veneer if there is a small proximal composite filling? Yeah, to be honest, it's tricky. Depend on your experience and depend on the composite. Sometimes I'll look, oh, ممكن تعمله. Or sometimes I'll look, لا, depend. يعني هو critical, to be honest. هو السؤال ده حلو قوي. هو critical وانا الساعات كتيرة ببقى وانا شغال في كيس بقف قدام السنة دي بالذات اللي فيها composite في البروكسيمال واقعد افكر. أشيل الكومبوزيت وأعيدو الفينير ولا أشتغل على الكومبوزيت It's critical decision لأنك أنت لو الديسيجن ده خدته وكان الكومبوزيت ويك هيكسر الكومبوزيت هيعمل unsupported للفينير هيكسر depend يعني if the composite is very little and it's in the middle third of the tooth and not in the ما نقولش أنه هو يبقى واخد البريفري أو الفينش لاين بتاعك يبقى على الكومبوزيت I can say you can do it بس ما تخليش الفينش لاين بتاعك over the composite when to decide to go for full coverage instead of veneer انا قلت الكلام ده جاوبت عليه اوكي جايز انا اسف ان الوقت كان قليل جدا
بس معلش هو in the middle of the day when I have patient and I have to do my patient وعندي مشكلة أن هو إحنا مد... أنا كده يعني طولت على الأندلسية هم كانوا مدينا half an hour anyhow if you need to learn more about the veneers and everything in veneers and you do clinical veneer program by your hand وأنا هدبس لكم أندلسية دلوقتي you can join us in my clinical veneer في الأركستر دبلومة اللي هتكون في أندلسية وهخليهم يديكوا سبيشال ريت لاي حد يجي في خلال this week from this page and password دافنشي فينير يقول لهم دافنشي فينير هياخد سبيشال ريت وهنكون مع بعض في الكلينيكال بروجرام اي جس هيكون في جون او جولاي هيكون الكلينيكال بروجرام هيبقى عباره عن ثيوريتيكال وكلينيكال بروجرام theoretical one day, I think, one day in workshop, and we have clinical part to do over the patient. Then we have to do cementation to the case. يعني مش هنعمل preparation وتجرو بعد كده. We have to cement the case. We do the case from A to Z, to be honest. And we will have some more advanced information. If you want to attend, guys, just as gift from me to you, from Andalusia Healthcare, أنك أنت بس هتديهم في خلال 1 week, 2 weeks. Let's say 2 weeks. In خلال 2 weeks, لو اديتهم الكود بتاع دافنشي فينير هيكون في سبيشال ريت للناس اللي حضروا معانا النهارده عشان الشورتج ان انا ما قدرتش اقول معلومات كتيره to be honest وانا ما احبش اكون في موجود في مكان ما اقولش فيه معلومات كتير. So thank you guys for everything واتمنى ان انا اكون فدتكم واتمنى ان لو في اي اسئله ثانيه كله تمام done I hope everything is fine وميرسي كتير لوقتكم واشكركم كتير جدا واتمنى اشوفكم. Bye-bye.